بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 49. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. في هذه الآيات الكريمة ينادي الله عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أمر الله ويستمعون لندائه سبحانه وتعالى. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا من الطيبات، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، بعد أن نادى سبحانه وتعالى جميع الناس خص المؤمنين بنداء ثاني، وإن كانوا داخلين في النداء الأول لكنه خصهم إكراما لهم وتمييزا لهم بين الخلق وتشريفا لهم، ولأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى. وأما الكفار فيناديهم سبحانه إقامة للحجة عليهم وإن كانوا لا يمتثلون أمر الله، فالله يناديهم ويأمرهم وينهاهم إقامة للحجة عليهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، بعد أن ناداهم سبحانه أمرهم فقال: كلوا من طيبات ما رزقنا، أي تمتعوا بالأكل والشرب واللباس وغير ذلك من طيبات ما رزقنا. طيبات معناها الحلال، لأن الحرام خبيث، وأما الحلال فإنه طيب. والله جل وعلا يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات هي المباحات والخبائث هي المحرمات، والمؤمنون
يأكلون من الطيبات ويتجنبون المحرمات بموجب إيمانهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا رجل مسافر، وتعرفون السفر وما فيه من المشقة وما فيه من الشعث والغبار، تغير اللون، تغير الرائحة، تلوث الملابس، لأنه مسافر. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى، وهذا فيه تواضع، هذه الحالة فيها تواضع. يمد يديه يعني يدعو الله جل وعلا، ويمد يديه لأن من آداب الدعاء رفع اليدين، وهو من أسباب الإجابة. هذه صفة ثانية تقتضي الإجابة. الصفة الأولى الشعث والغبرة، الصفة الثانية أنه يدعو ويبالغ في الدعاء ويرفع يديه ويقول: يا رب يا رب، يكرر، وهذا أيضا صفة ثالثة، أي تكرار الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الصفات تقتضي الإجابة، لكن هناك مانع يمنع الإجابة، والدعاء لا بد أن الدعاء إجابة الدعاء لا بد أن تتوفر أسبابها وتنتفي موانعها. الأسباب موجودة، لكن المانع موجود. مطعمه حرام والعياذ بالله، يأكل من الحرام، يأكل من الربا، يأكل من الرشوة، يأكل من الغش في المعاملات، يأكل من الميسر والمراهنات المحرمة، لا يبالي بالكسب الحلال، وإنما يجمع من أي طريق سنح له، فماله حرام يأكل منه، وملبسه حرام، مشربه حرام، المشرب اللي يشرب حرام، يشرب من الخمر، يشرب من المسكرات، يشرب من المواد المحرمة، وملبسه حرام، ملابس اللي عليه حرام لأنها من كسب محرم، يشتري من كسب محرم ويلبس. اجتمعت عليه ثلاثة الأمور: المطعم حرام، والمشرب حرام، والملبس حرام،
وغذي بالحرام، هذه الرابعة، غذي جسمه وجسده بالحرام ونبت جسمه على الحرام، هذه موانع للدعاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب لذلك، يعني لا يبعد، يستبعد أن يستجاب له لوجود الموانع الحائلة بينه وبين قبول الدعاء. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأن الأكل من الطيبات يسبب قبول الدعاء وصحة العبادة، لأن الطيبات تغذي تغذية طيبة وتعين على طاعة الله وتحيي القلب، لأن المحرمات تؤثر على القلب وتعميه، أما الطيبات فإنها تفتح بصيرة القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلوا من طيبات، أي من المباحات التي أباحها الله لكم وفيها بركة وفيها خير وفيها آثار حميدة في الدنيا والآخرة. ما رزقناكم، هذا فيه امتنان من الله جل وعلا، لأن الرزق منه سبحانه، الرزق من الله هو الذي رزقكم هذه النعم، فاستمتعوا بها على الوجه الشرعي، ولا تتعسفوا برزق الله وتستعملوا رزق الله على معصية الله، لا تستعينوا برزق الله على معصية الله، كما قال الله جل وعلا لبني إسرائيل: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لا تتمتع بنعم الله وفضل الله ثم تعرض عن شكره، والشكر هو الثناء على الله جل وعلا والحمد لله عز وجل على نعمه، والشكر به تثبت النعم وتزيد، وكفر النعمة تزول به النعمة، كما قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالشكر يثبت النعم وينميها، والكفر يزيل النعم ويحل محلها النقم والعقوبات. ولهذا قال: واشكروا، لا تنسوا شكر الله، إذا استمتعتم برزقه فلا تنسوا شكر الله سبحانه وتعالى. والشكر كما يقول العلماء له ثلاثة أركان:
يتكلم به الإنسان يعلم ما فيه. الركن الأول التحدث بنعم الله ظاهرا باللسان، لأن تثني على الله بها بلسانك. وأما بنعمة ربك فحدث، الإثبات واجب، فتلهج بلسانك بنعم الله، تثني عليه، تشكره وتحمده. والتمثيل واجب. عند البداية الأكل تقول أو الشرب تقول بسم الله، وعند نهاية الأكل والشرب تقول الحمد لله. هذا الركن الأول، وهو التحدث بها ظاهرا. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، لأن تعترف بقلبك أن هذه النعم ليست بحولك ولا بقوتك، وإنما هي فضل من الله عليك، من به عليك. أما الذي يحمد الله بلسانه ويشكر الله بلسانه، ولكنه ينكر بقلبه وينسب هذه النعم إلى حوله وقوته وكده وكسبه، فهذا كافر بنعمة الله. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرونها بقلوبهم. الركن الثالث وهو مهم جدا، الاستعانة بنعم الله على طاعة الله، نستعين بها على طاعة الله. ولهذا قالوا صرفها في طاعة مسديها وموليها هو الله سبحانه وتعالى. فلا تستعن بالنعم على الكفر والمعاصي، لا تستعن بالمال على المعاصي، هذا من كفر النعم. إذا استعنت برزق الله على معصية الله هذا كفر للنعمة. إذا استعملته في جلب آلات اللهو والقنوات الفضائية وجعلتها تبث الشر في بيتك وبين أولادك ونسائك، فإنك قد كفرت نعمة الله. إذا سافرت إلى بلاد الكفر وبلاد الإباحية لأجل النزهة ولأجل شرب الخمور وفعل الفواحش في بلاد الكفر، لأنها بلاد حرية بهيمية، بعض الناس أهل الثروة والغنى سافرون إلى تلك البلاد لأجل الفسق ولأجل الإسراف والتبذير هناك، فيعيشون هناك على الفسق وعلى المعاصي والفواحش، وينفقون من رزق الله عز وجل على معصية الله. هذا من كفر النعمة والعياذ بالله. هذا من كفر النعمة، استعانوا برزق الله على معصية الله جل وعلا. كذلك من شكر النعمة احترامها وعدم إهانة النعم وإلقاء النعم في القاذورات. إذا شبع الإنسان فإنه يطرح الطعام في المزابل في المجاري أو يدوسه بقدميه مثل البهيمة التي تدوس العلف، هذا من كفر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام قبل أن يمسحها بالمنديل
يلعقها، بمعنى أنه يخليها من الطعام، فلا يمسح بقايا الطعام في المنديل أو يغسلها في المجاري، بل يلعق يديه وينظفها أولا، ثم يغسل آثار الطعام والدسم بالماء. وصفة العلو ثابتة، هذا من شكر نعمة الله. أما الذين يقيمون الولائم الكبيرة ويجعلون فيها الأطعمة الكثيرة واللحوم الكثيرة والفواكه، فإذا تناولوا يسيرا منها طرحوها في القمامة، طرحوا اللحوم، طرحوا الطعام في القمامات والمزابل، فهؤلاء كفروا نعمة الله عز وجل. الإسراف والتبذير هذا كفر للنعمة، والاقتصاد في النفقة، لأن لا ينفق الإنسان إلا قدر ما يأكل وقدر ما يحتاج، هذا من شكر النعمة وحفظ النعمة. فهذه الأمور، هذه الأمور التي يفعلها الناس بنعم الله يستهينون بها، هذا من كفر النعمة. واشكروا لله، هؤلاء ما شكروا لله بل بطروا، واستهانوا بنعم الله سبحانه وتعالى، ولم يستحضروا أن هناك أكبادا جائعة في العالم، خصوصا من المسلمين، وإخوانهم المسلمون يئنون من الجوع ويتمنون لقمة العيش، وهؤلاء يبذرون ويسرفون في الحفلات وفي الولائم، ولا ينفقون فلسا في طاعة الله ومساعدة المحتاجين. هذا من كفر النعم. هذه أركان الشكر تحدث بها ظاهرا باللسان، والثناء على الله بها، والاعتراف بها وأنها من الله، والاعتراف بها باطنا في القلب، وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا شكر النعمة. إذا توفرت هذه الأركان الثلاثة حصل الشكر واستقرت النعم وزادت ونمت. أما إذا اختل شرط منها فإن هذا يعرضها للزوال واستبدالها بالجوع، استبدالها بالجوع والفقر والفاقة. واشكروا لله، أيضا اشكروا لله، لا تشكروا لغيره، لا تقل هذا بفضل فلان، هذا بفضل فلان ابن فلان هو الذي جاد علي وأعطاني وهو الذي لا، اشكر الله عز وجل. وأما فلان فإن النعمة ليست منه، هي من الله، ربما يكون فلان واسطة فتثني عليه بقدر معروفه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما إنك تنسب النعمة إليه وتنسى الله سبحانه وتعالى، هذا كفر للنعمة. اشكروا لله، لا تشكروا لفلان، اشكروا لله سبحانه وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون، هذا دل على أن الشكر من العبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى. أما من يشكر غير الله فإنه يعبد غير الله. الذي يشكر الله وحده هذا قد عبد الله وحده، أما الذي يشكر غير الله فهذا عبد غير الله ونسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. ثم لما أمر سبحانه بالأكل من الطيبات رزقه بين المحرمات،
أشارت ما تعرف عربي التي يجب عليك أن تجتهدها. قالت أنت رسول الله. فقال إنما حرم عليكم الميتة. التحريم معناه المنع. التحريم معناه المنع. أي أن الله منعكم من أكل هذه الأشياء. أولا الميتة وهي ما مات بغير زكاة شرعية، ما زهقت روحه من الأشياء من البهائم أو الطيور التي يباح أكلها، نفقت روحها بغير زكاة شرعية، إما بأن ماتت حتف أنفها أو أنها ذكيت زكاة غير شرعية. هذا ميتة حرمه الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول إلا ما ذكيتم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم. فلا يحل حيوان إلا بالزكاة الشرعية، بأن يذبح بالرقبة وتقطع الأوداج والمري والحلقوم ويذكر اسم الله عليه ويكون الذابح مسلما أو كتابيا، هذه هي الزكاة الشرعية. أما إذا ذبح على غير هذه الطريقة أو كان ذابحه غير مسلم وغير كتابي كالوثني والمجوسي وسائر الكفرة والمشرك، فهذه زكاة غير شرعية وهي ميتة لا يحل أكلها. حرمت عليكم الميتة، هذه واحد، وهي ما ماتت بغير زكاة أو ماتت بزكاة غير شرعية، كأن تخنق أو تصعق بالكهرباء أو تغمس في الماء الحار أو تضرب بالرصاص كما هو كثير في شركات اللحوم في الخارج. شركات اللحوم في الخارج أغلبها لا تزكي زكاة شرعية، بل تقتل الحيوان بأي وسيلة، وسيلة غير شرعية، إما بالخنق وإما بصعق الكهرباء وإما بإلقائها في الماء الحار كما يصنع بالطيور وإما بضربها بالرصاص على رأسها حتى تموت أو غير ذلك من الوسائل التي يقتلون بها الحيوانات بغير زكاة شرعية ثم يعلبونها ويصدرونها ليأكلها المسلمون مع الأسف دون تفكير في أنها ميتة. فالله حرم الميتة لأنها تغذي تغذية خبيثة، لأن الميتة إما أن تكون ماتت بمرض فمن يأكلها يصاب بالمرض لأنها ممروضة، فإذا أكلها الإنسان يصاب بالمرض، أو لأنها ليست مريضة لكن ذكيت بغير الزكاة الشرعية فيبقى فيها الدم، ذبحها زكاتها تخرج الدم الخبيث منها، فإذا ذبحت بغير الطريقة الشرعية الدم يبقى فيها وهو ضرر ويتكون كما يقول الأطباء من مكروبات مرضية في دمها المنحبس فيها
فتضر آكلها، الله حرمها لما فيها من الضرر ولما فيها من الخبث. لحمها خبيث حرام لا يجوز أكله، لما حرم عليكم الميتة، هذا واحد. ثانيا الدم، الدم حرام، حرام أكله أو شربه لما يشتمل عليه من الأضرار مضرة بالصحة والمكروبات. وقد جاء تقييد الدم في سورة المائدة بالدم المسفوح، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو الذي سال، دم المسفوح هو الذي سال ثم يتجمع في مكان ويؤكل. كانوا في الجاهلية يأكلون الدم. أما الدم المتبقي في العروق وفي اللحم هذا لا يحرم، لأنه تبع للحم، ولأنه يشق استخراجه من اللحم، ما من لحم إلا وفيه بقايا دم، هذا الدم مسموح شرعا. إنما حرم علينا الدم المسفوح، وهو الدم السائل الذي يخرج من الذبيحة، هذا هو الحرام. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الميتة لأن السمك ما يحتاج إلى ذكاء. والثاني الجراد، هو معروف لا يحتاج الجراد إلى ذكاء. واستثنى من الدم، استثنى من الدم دمين، الكبد والطحال. يجوز للإنسان يأكل الكبد وفيها دم، أو يأكل الطحال وفيه دم، هذا مستثنى، هذا مستثنى بنص الحديث: وحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذلك ما ذكرنا مما يتبقى في اللحم والعروق بعد الذكاة فهذا مستثنى ومعفو عنه، من أعلى لأسفل. ينزل القرآن لحم الخنزير، لحم الخنزير، الخنزير حيوان معروف حرمه الله لأنه يتغذى بالخبائث. الخنزير حيوان قذر يتغذى بالخبائث، بالنجاسات، بالعذرات، هذا حرام لأنه خبيث ويضر الآكل. ولحم الخنزير يدخل فيه الشحم، لأن الخنزير يختلط لحمه بشحمه، فلحمه وشحمه وعصبه وعروقه كله حرام، لأنه يغذي تغذية خبيثة. ولحم الخنزير الرابع ما أهل به لغير الله، ما أهل به أي ما ذبح للأصنام والقبور والأضرحة، فالذي يذبح للقبور تقربا إلى الأموات وطلبا للشفاعة منهم أو تبركا بهم، أو يذبح للأصنام، أو كل ما عبد من دون الله الذي يذبح لغير الله، هذا حرام لأنه أهل به لغير الله. كذلك ما يذبح للجن لاتقاء شرهم، ما يذبح للجن لاتقاء شرهم كما يفعله بعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون بدينهم وعقيدتهم، إذا نزلوا بيتا ذبحوا أو أقاموا مصنعا، في أول ما يشغلون المصنع يذبحون للجن
أو يذبحون للشياطين من أجل ألا تضرهم، هذا شرك بالله، وهذه الذبيحة حرام لا يجوز أكلها. أو تذبح للعلاج، يذهب ناس إلى المشعوذين، يذهب ناس من المرضى إلى المشعوذين والدجالين الذين يدعون أنهم يعالجون الناس، فيأمرونهم بالذبح، ذبح دجاجة، ذبح ديك، ذبح خروف، ذبح تيس صفته كذا وكذا، ثم هذا المريض يذبح. هذا مما أهل به لغير الله، لأنه مذبوح للجن أو للشياطين، فلا يجوز أكل ما ذبح لغير الله، سواء سمي عليه اسم غير الله كاسم المسيح أو اسم الحسين أو اسم صاحب القبر، أو سمي اسم الله عليه لكنه منوي لغير الله، هو يسمي الله عليه لكنه ينويه لغير الله، ينويه للجن، للقبر، للصنم، غير ذلك. فهذا مما أهل به لغير الله عز وجل، هو حرام لأنه ذبيحة شركية، والشرك نجاسة، إنما المشركون نجس، الشرك نجاسة، وهذه الذبيحة ذبيحة شركية، فهي نجسة وهي ميتة، ليست حلالا. وما أهل به لغير الله، هذه أنواع من المحرمات، أربعة أنواع ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية وغيرها، وهناك محرمات جاءت في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم، نهي مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكذلك الخبائث من الحيوانات التي تتغذى بالخبيث، تأكل الجيف، والمستقذرات، هذه كلها حرام لأنها ليست من الطيبات. الله جل وعلا يقول كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه ليست من الطيبات. ثم بين سبحانه وتعالى المضطر، المضطر، فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أن يأكل من الميتة أو يأكل من الدم أو من لحم الخنزير أو من ما ذبح لغير الله، من اضطر، متى يكون مضطرا؟ إذا توقفت حياته على الأكل، فإن لم يأكل مات، ما عنده طعام حلال، ولو لم يأكل من هذه الأشياء فإنه يموت، هذا هو المضطر، أباح الله له أن يأكل من هذه الأشياء. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة بأن لم يجد طعاما مباحا إلا الميتة أو الدم أو الخنزير، ما وجد شيء يأكل، ولو لم يأكل مات، فهذا أباح الله له أن يأكل بقدر ما يبقي عليه حياته ثم يمسك. ولهذا قال غير باغ ولا عاد، بهذين القيدين، غير باغ أي غير مستكثر من أكل الميتة، وإنما يأكل بقدر الضرورة، غير باغ أي غير مستكثر من أكل الميتة وما جاء معها، وإنما يأكل بقدر ضرورته ثم يمسك. فإن أكل أكثر من حاجته أو ضرورته فإنه باغي، حرام عليه. ولا عاد،
ولا عاد أي متجاوز من الحلال إلى الحرام. إنسان عنده المباحات عنده الطيبات لكنه يأكل يريد الحرام هذا عاد معتدي لا يجوز له ذلك لأنه ليس له عذر. هذا قول في تفسير هاتين المفردتين من الآية. والقول الثاني غير باغ من البغي وهو الخروج على ولي الأمر. فإذا خرج جماعة عن طاعة ولي الأمر فإنهم بغاة مجرمون عصاة إذا احتاجوا إلى هذه الأشياء لا يجوز لهم أن يأكلوا منها ولو ماتوا ما يجوز لأن هؤلاء عصاة لم يبح الله لهم حتى لو اضطروا لا يباح لهم الأكل من هذه الأشياء. فالباغي هو الذي يخرج على ولي الأمر لو احتاج إلى الميتة لا يأكل منها لأن الله لم يرخص له هذا باغي. يرجع إلى العدل ويرجع إلى المسلمين وتذهب ضرورته لأنه بفعله هذا معتدي. والعادي قالوا هو الذي يتعدى على المسلمين بقطع الطريق. واحد يقطع أو جماعة يقطعون الطريق ويقتلون الناس يأخذون أموالهم ينهبون. هؤلاء لو جاعوا واضطروا لا يأكلون من الميتة لأن الله منعهم من ذلك. الرخص إنما تكون للمؤمنين أما العصاة والمجرمون فلا يترخصون برخص الله سبحانه وتعالى حتى يتوبوا. يتوب الباغي ويتوب العادي وقاطع الطريق ثم إذا تاب فإنه يكون حكمه حكم المسلمين يأكل للضرورة غير باغ ولا عاد. فلا إثم عليه إذا أكل من الميتة إذا كان اضطر. ثلاثة أشياء هذه شروط ثلاثة أشياء. أولا أن تلجئه الضرورة. ثانيا أن يكون غير باغ. ثالثا أن يكون غير عاد. فإذا توفرت هذه الشروط أبيحت له عند الضرورة هذه الأشياء فلا إثم عليه. فدل على أن الذي يأكل من الحرام في غير حالة الضرورة أنه آثم فلا إثم عليه. هذا بالنسبة للمضطر. فدل على أن غير المضطر آثم وعاص لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الله غفور رحيم. ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين غفور يغفر الذنوب رحيم بكم حيث أباح لكم هذه الأشياء عند الضرورة. هذا من رحمته سبحانه وغفر لكم فقال لا إثم عليه. هذه هي المغفرة لا إثم عليه هذا مغفرة. وإباحته هذه الأشياء للمضطر هذا من رحمته سبحانه وتعالى لعباده. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. يكتمون العلم العلماء الذين يكتمون العلم عن الناس ولا يعلمون الناس ولا يدعون إلى الله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يبينون الحلال والحرام لا يبينون للناس الطيبات والخبائث يسكتون ويتركون الناس. هذا من كتمان العلم وهم يقدرون على البيان. أو أنهم يسكتون عن البيان طمعا في الدنيا بالرواتب بالوظائف بالجاه بالمكانة. يقول أنا لو نهيت الناس عن الحرام ونهيتهم عن الظلم يمكن أني ما أبقى على وظيفتي
يعزلونا، أو إذا إني أنكرت على الناس ما يصير لي عندهم قيمة، ما يحترمونا، يبغضونا، ولا يصير لي قيمة ومكانة عند الناس، أنا أبى جاملهم علشان إن يصير لي منزلة عندهم، أو أنا أبى أسكت علشان أنال الوظيفة أو الرئاسة، لأني لو أنكرت هزالوني وعزلوني عن الوظيفة. هذا هو الذي كتم العلم واشترى به ثمنا قليلا، والعياذ بالله. من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني من القرآن والسنة، القرآن والسنة، يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وهذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، هو ما ذكرته لكم، يسكت عن نشر العلم وبيان الحق في مقابل أنه يأخذ راتب ووظيفة، أو أنه يصير له منزلة عند الناس ورئاسة عند الناس. هذا ثمن قليل، هو عنده أنه كثير، عنده أنه وظيفة وجاه ومنصب، لكنه قليل، متاع قليل. الدنيا كلها من أولها إلى آخرها متاع قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يشترون به، الشراء هنا معناه الاستبدال، استبدلوا بنشر العلم الذي فيه الأجر والخير، استبدلوا به الكتمان وما ينالونه من المناصب والمال. يقولون ما منعنا من الإنكار إلا أننا نخاف من على مناصبنا، أو نخاف من أن تزول رياستنا على الناس وجاهنا، أو أنهم يؤذوننا. فهم اشتروا، يعني باعوا الثواب عند الله بعارض الدنيا الزائل، باعوا الآخرة بالدنيا والعياذ بالله. من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به، أي ببيان القرآن والسنة والعلم، ثمنا قليلا من وظائفهم ورئاساتهم وجاههم وقدرهم عند الناس، هذا كله قليل، وما عند الله أعظم. لو أنهم أظهروا العلم ونشروه وعلموا الناس الخير وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وفي مقدمة ذلك النهي عن الشرك. الشرك الآن كثير في القبور والأضرحة، والعلماء كثيرون وساكتون. هذا من كتمان العلم والعياذ بالله. يرون الناس يعبدون غير الله، يذبحون لغير الله، يطوفون بالقبور، ينذرون لها، يعكفون عندها، وهم علماء وساكتون والعياذ بالله. هذا من اشتراء الدنيا بالآخرة، واشتراء العذاب بالمغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بين جزاءهم، بين العقوبات التي ستحل بهذا الصنف من الناس الذين يكتمون العلم والناس بحاجة إليه، ويجاملون الناس ويداهنونهم. ذكر أربع عقوبات والعياذ بالله، أربع عقوبات. الأولى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هالمال اللي يأخذوه في مقابل كتمان العلم هذا نار يأكلونه وهو نار، نسأل الله العافية. ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وهو الكسب الذي أخذوه في مقابل كتمان العلم والسكوت عن إنكار المنكر وإقرار الباطل، يأكلون نارا في أجوافهم. هذه واحدة. الثانية: لا يكلمهم الله غضبا عليهم والعياذ بالله، لا يكلمهم الله يوم القيامة. الله جل وعلا يكلم عباده المؤمنين ويبشرهم ويشرفهم بكلامه سبحانه،
أما هؤلاء فإن الله لا يكلمهم كلام بشارة وكلام تكريم، وإنما يكلمهم كلام غضب والعياذ بالله. اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. الله لا يكلمهم كلام تكريم وتشريف وبشارة كما يكلم عباده المؤمنين، وإنما يكلمهم كلام غضب وتهديد والعياذ بالله. هذه الثانية، لا يكلمهم الله يوم القيامة. هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء سبحانه. الثالثة، لا ينظر إليهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة. الثالثة، ولا يزكيهم. لا يزكيهم، ما معنى يزكيهم؟ يعني لا يطهرهم من الذنوب، لا يغفر لهم ذنوبهم. أما المؤمنون فإن الله يزكيهم، بمعنى أنه يطهرهم من ذنوبهم ومعاصيهم ويغفرها لهم. أما هؤلاء فإن الله يتركهم في ذنوبهم ومعاصيهم وفي نجاساتهم ورجسهم، لا يطهرهم الله. الرابعة، ولهم عذاب أليم في الآخرة، عذاب لا يعلمه إلا الله. أليم يعني مؤلم موجع، لا يعلم وجعه وألمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهل أشد من ألم النار والعياذ بالله، وأشد من الهم والغم والحزن والحسرة؟ كل هذه آلام يقاسونها يوم القيامة. لهم عذاب أليم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أربع عقوبات على شيء واحد وهو كتمان العلم. نسأل الله العافية والسلام. ثم لم يكتفي سبحانه بهذا، بل قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى وأخذوا الضلال. الواجب العكس، إن الإنسان يبيع الضلال ويشتري الهدى. هؤلاء عكسوا، باعوا الهدى واشتروا الضلال والعياذ بالله. اشتروا الضلالة بالهدى، وأشد من ذلك العذاب بالمغفرة. اشتروا العذاب مشترى، والمغفرة ثمن. المغفرة ثمن، دفعوا المغفرة وأخذوا العذاب، هذا من الانتكاس والعياذ بالله. والعذاب بالمغفرة، ألبى تدخل على المتروك. فهم اشتروا العذاب ودفعوا المغفرة ثمنا له. ثم قال جل وعلا: فما أصبرهم على النار. ما أصبرهم، هذا تعجب، ما أثبتهم على الكفر والمعاصي، لا يتزحزحون وهم يعلمون أن مصيرهم إلى النار. هذا صبر عجيب، إنهم يصبرون وهم يعرفون عاقبتهم، يعرفون مآلهم وأنه النار، ومع هذا صبروا على كتمان العلم، وصبروا على بيع الهدى بالضلالة وبيع المغفرة بالعذاب، صبروا على هذا. وهذه طريقة أهل الضلال يا عباد الله. أهل الضلال عندهم صبر وثبات على ما هم عليه من الباطل، وأما أهل الحق فهم عندهم ضعف وضجر وعدم صبر. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشكو إلى الله ضعف المؤمن وجلد الفاجر. الآن دعاة الضلال عندهم صبر على دعوتهم إلى الضلال، يتحملون المشاق والأخطار والأسفار، وينفقون الأموال الكثيرة للضلال،
ويصبرون على ما ينالهم من المشقة. هذا عجيب أنهم يصبرون على ضلالهم، وعجيب أن أهل الحق لا يصبرون على حقهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا القليل ممن هدى الله سبحانه وتعالى، فما أصبرهم على النار. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب، يعني القرآن والسنة بالحق. القرآن والسنة جاء بالحق، الذي هو الهداية، الذي هو الخير، الذي هو السعادة في الدنيا والآخرة. القرآن والسنة جاء بكل خير عاجل وآجل، الدنيا والآخرة. فمن كتمه، كتم هذا الخير عن الناس، فإنه مجرم أشد الإجرام. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الذين اختلفوا في الكتاب يعني في القرآن في السنة، كيف اختلفوا؟ آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، أخذوا ما يصلح لهم وتركوا ما لا يصلح لهم. هذه طريقة أهل الضلال، يؤمنون ببعض الكتاب ويأخذون ما يوافق رغباتهم وأهواءهم، ويرفضون ما يخالف رغباتهم وشهواتهم وأهواءهم. هؤلاء اختلفوا في الكتاب. الواجب أن يأخذوا الكتاب كله ولا يتركوا منه شيئا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الآن الشريعة يأخذون منها الأحوال الشخصية فقط، المواريث والأنكحة والطلاق، وأما بقية الأحكام فيجعلونها للقانون، يجعلون بقية الأحكام فض الخصومات بين الناس، الدماء، الأموال، سائر الأمور يجعلونها للقوانين، ولا يأخذون من الشريعة إلا فقط الأحوال الشخصية. هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه، واختلاف في الكتاب، نسأل الله العافية. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، وكذلك من الاختلاف في الكتاب الذين قالوا إنه ليس من عند الله، إنه سحر، إنه قول البشر، إنه وإنه. وكذلك الذين قالوا إن القرآن لم ينزل من عند الله ولا تكلم الله به، وإنما هو مخلوق كسائر المخلوقات، كما هو قول الجهمية. وكذلك من الاختلاف في الكتاب أن يفسر بغير معناه الصحيح، أن يؤول ويحرف ويفسر بتفسير باطل يوافق أهواء الناس وشهوات الناس. هذا من الاختلاف في الكتاب. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، شقاق بينهم، شقاق بينهم واختلاف بينهم وتعادي بينهم، وهذا واقع. تجد الناس الآن خصوصا المنتسبين للإسلام تجد بينهم من الشقاق والنزاع والتناحر والتباغض الشيء الكثير، لأنهم لم يجتمعوا على كتاب الله عز وجل، وإنما تفرقوا فيه فصاروا في شقاق واختلاف بينهم، ولا يجمع الناس إلا اتباع القرآن والسنة والأخذ بالقرآن والسنة جميعا. هذا هو الذي يجمع الناس ويؤلف بين الناس. أما ما دام هذا يأخذ كذا وإذا يأخذ كذا، وكل واحد يأخذ ما يوافق هواه ويرفض ما لا يتفق، هذا من الاختلاف في الكتاب، من الاختلاف في الكتاب. فالذين يأخذون الربا، هذا من الاختلاف في الكتاب، لأن الله حرم الربا في القرآن. الذين
الذين يستبيحون الزنا أو يفعلون الزنا ولو لم يستبيحوا، هذا من الاختلاف في الكتاب، لأن الزنا حرام في كتاب الله عز وجل. الذين يريدون أن تخرج المرأة عن آداب الشريعة وأن تكون مثل الرجل في كل شيء وأن تبرز وتخلع الحجاب، هؤلاء اختلفوا في الكتاب، لأن الكتاب يوجب الحجاب على المرأة ويوجب على المرأة أن تكون مسلمة ملتزمة بالآداب الإسلامية. يريدونها أن تختلط بالرجال، يريدونها أن تسافر وحدها، يريدونها أن تكون كالرجل في كل شيء. والقرآن وضع حدودا وضوابط لصيانة المرأة وحمايتها، هم يريدون أن يتجاوزوا كل ضوابط الشريعة في شأن المرأة، هؤلاء من المختلفين في الكتاب، وهم في شقاق بعيد. وصدق الله، هم الآن في شقاق بعيد وفي عداوة بينهم، حتى لو اتفقوا في الرأي على الباطل فهم مختلفة قلوبهم والعياذ بالله. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، شقاق ما هو سهل، بعيد لا يعلم بعده إلا الله سبحانه، ولن ينتهي هذا الشقاق إلا بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر الإسلام والمسلمين، آمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من الكفرة والمشركين والمنافقين. نسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح بطانتهم، وأن يبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.